وبمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، أقامت وزارة الإعلام بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية عروض الألعاب النارية وذلك في عدة مواقع مختلفة في مملكة البحرين، حرصا منها على أن يستمتع بمشاهدتها أكبر عدد من مواطنين ومقيمي مملكة البحرين. فقد انطلقت يوم أمس عروض الألعاب النارية المبهرة من موقعين، الأول كان بالقرب من قلعة سلمان بن أحمد الفاتح بالمحافظة الجنوبية، أما الموقع الثاني فقد كان في مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية. ولليوم الثاني على التوالي شهد الجمهور عروضا مميزة للألعاب النارية في منطقة خليج البحرين، هذا وقد قام تلفزيون البحرين بنقل هذه العروض على الهواء مباشرة احتفاء بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين الغالية.